قسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة عمار ديجي بالأغواط تدعم حديثا بتسع مناصب جديدة في مسابقة الدكتوراه لأول مرة منذ تأسيسه، وهي تخصصات في الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة، السمع البصري، الاتصال والعلاقات العامة. كما أن القسم تدعم بمخبر في سوسيولوجية الاتصال الثقافي. هذا من شأنه أن يدعم مستقبل تخصص علوم الإعلام بجامعة الأغواط، ويفتح الأفق أمام جميع الطلبة إن شاء الله للخوض في مجال السمع البصري والاتصال الجماهيري. طالب الدكتوراه الذي هو مشروع الأستاذ الجامعي الذي لا يكتفي بمعرفة المادة الدراسية التي يقدمها، وإنما يجب عليه أن يكون على دراية بطرائق التدريس وبالوسائل التعليمية وبكيفية التقويم. إن طلبة القسم أبدوا ارتياحهم من فتح مسابقة الدكتوراه بالقسم، كونها تفتح لهم الأفق نحو البحث العلمي والترشح بجامعاتهم بدل قطع مسافات لاجتياز المسابقة. متمنيين في القريب العاجل أن يفتح أيضا تخصص السمع البصري بالنسبة لطلبة السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة للإعلام والاتصال بجامعة عمار الخليجي، خاصة في ظل هذه التطورات التكنولوجيا التي يشهدها العالم. لهذا طلبة الإعلام والاتصال سيقدم لهم إضافة حقيقية من خلال فتح التخصص السمع البصري، وهذا من شأنه أن يضيف الكثير لقسم علوم الإعلام والاتصال مستقبلا. ويحذوهم الأمل في فتح تخصص السمع البصري مستقبلا، حتى يستطيعون تفجير طاقاتهم الإبداعية ويسعون إلى ولوج عالم الصحافة في الميدان.